وقتنا الحالي والذي يخص زيارة السيد الرئيس اليوم لميناء الإسكندرية. ميناء الإسكندرية أقدم مواني العالم البحرية الذي يتجه نحو العالمية في هذه المرحلة نتيجة عدد من المشروعات القومية التنموية العملاقة التي تعمل على تطوير المنطقة في الإسكندرية وفي هذا الميناء، بحيث تكون مرفأ حقيقي قادرة على خدمة الاقتصاد في هذه المرحلة، وأيضا خدمة حجم التطور الاقتصادي وحجم التجارة العالمية في مصر. هذا التحديث يضم عدد من الأرصفة البحرية، إنشاء المنطقة اللوجستية، وأيضا ربط الطريق الدولي الساحلي. كل هذا بهدف وضع الميناء على الخريطة التجارية والسياحية العالمية، وهذا ما أكدت عليه جولة السيد الرئيس وما ذكره في سياق قولته، حيث أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الدولة أصبحت تنتهج نهجا جديدا في التنمية والبناء يتمثل في قيام الدولة بتنفيذ مشروعاتها دون اللجوء إلى جهات خاصة أو مستثمرين، وأن مصر باتت تعتمد على التمويل الذاتي في تنفيذ مشروعات جديدة. جاء ذلك خلال تفقد الرئيس السيسي أعمال تطوير ميناء الإسكندرية. جولة الرئيس جاءت حافلة ومينا السخنة وأقول لينا في مصر، للناس في مصر وللحكومة حتى، على مدى سنين طويلة فاتت كان لما نيجي نتكلم على مشاريع زي كده نطلب مستثمرين، مش كده يا كابتن؟ زي مينا دمياط ومينا ومواني أخرى كثيرة جدا، نقول إيه تعالى خشوا اعملوا المشروع عشان نطور المينا. طيب وده مسار الدولة مشيت فيه قبل كده وقعدت، فاحنا بنقيم دايما المسار اللي احنا اللي كان موجود قبل كده حتى او اللي احنا ممكن نمشي فيه. فكان كل الكلام دايما يقول لك شوفوا حد يجي يعمل الكلام ده ويديره ويشغل، مش كده يا دكتور مصطفى؟ طيب احنا دلوقتي ما بنعملش كده، احنا بنعمل ايه يا كامل؟ احنا فن بننشئ. لا لا تعمل لي حلولك ما تنساهوش. طيب. احنا بنعمل حاجتنا. تمام. احنا بنعمل ايه؟ حاجتنا. احنا نعمل حاجتنا بفلوسنا. يتكلف 10 20 30 زي ما يتكلف، انما بتاع مين؟ بتاعنا. بتاعنا. مشاهدينا اسمحوا لنا ان نبدا الحوار لتوضيح العديد من النقاط والقاء الضوء على بعض الاشياء من خلال الحوار التالي معنا عبر الهواء، على الهواء مباشره عفوا، دكتور وليد جاب الله الخبير الاقتصادي. اهلا بك دكتور وليد. اهلا وسهلا بحضرتك وبكل مشاهدي النيل الاخبار. جولة الرئيس اليوم تضمنت عدد كبير من النقاط التي تم تطويرها في ميناء الإسكندرية، وفي معرض حديثه أوضح الرئيس السيسي أن الدولة أصبحت تقوم بتنفيذ مشروعات من خلال قدراتها الذاتية ليس اعتمادا على أحد. كيف ترى هذه النقطة؟ خليني في البداية أقول أن طبعا هذه ليست الزيارة الأولى للسيد الرئيس لمدينة الإسكندرية. مدينة الإسكندرية هي مدينة ذات طبيعة خاصة لأنها منطقة ما بين البحر والبحيرة، مدينة قديمة من أقدم مدن العالم وليست مدن أقدم مدن مصر. ميناء الإسكندرية هو ميناء قديم، ولكن هي الإسكندرية طالتها يد التعمير المصرية التي طالت كل بقاع الوطن وبكل ربوعه وكافة أنحائه. اليوم السيد الرئيس بيفتتح وبيتفقد مشروعات تطوير في ميناء الإسكندرية. القضية التمويل، ازاي ان السيد الرئيس بيقول ان احنا بنعمل مشروعاتنا بنفسنا وبنمول شغلنا وبنمول تطوير بلدنا بنفسنا. الحقيقة عايز اكد واقول ان لولا برنامج الاصلاح الاقتصادي والقرار الحاسم للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ببرنامج الاصلاح الاقتصادي لم نكن نعيش ما نشاهده من انجازات حاليا، لأن قبل كده كانت الدولة بتلجأ إلى مستثمرين أجانب بيساعدوها علشان يقوموا بالمشروعات وبيحصلوا على جانب الربح الأكبر، ولكن مع نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي وتعزيز الثقة الدولية في الاقتصاد المصري وتحسين تصنيفات مصر الائتمانية أصبحت الدولة المصرية لديها القدرة المالية لكي تحشد الموارد التي تقوم بها بمشروعاتها. كان في الخلفية وزارة التعاون الدولي، حيث تقوم وزارة التعاون الدولي باختيار أرخص البدائل وأقل آليات التمويل، بالتالي فإن تكلفة تمويل هذه المشروعات عندما تقوم بها الدولة بتكون أقل بكثير من دخول مستثمر في الخارج. هذا لا يعني أن
الدولة تستأثر بالاقتصاد أو تستأثر بالمشروعات، ولكن هناك صيغ جديدة للتعاون والشراكة ما بين الدولة والقطاع الخاص يمكن أن تتم في مرحلة لاحقة. نعم دكتور وليد، عملية التطوير شملت تطوير الأرصفة من أجل استقبال السفن ذات الغطس الكبير وأيضا العديد من النقاط الأخرى، كيف ترى هذه العمليات؟ طبعا هي عملية التطوير هي جزء، لما بنقول ميناء الإسكندرية فهو جزء من كل مواني مصر. التطوير له شقين، شق متعلق بالبنية التحتية والأرصفة يعني وكل الشغل اللي احنا شفناه، وشق اخر متعلق بالبنيه التشريعيه، وشق اخر متعلق بالتمويل. اتكلمنا عن التمويل، طبعا المحطات والارصفه والشغل احنا شايفينه قدامنا شيء مبهر جدا. البنيه التشريعيه تمت بالتوازي من خلال قانون الجمارك الجديد ولائحته التنفيذيه اللي بيحول العمل في الموانئ المصريه وميناء الاسكندريه الى المنظومه المميكنه من خلال اجراءات مميكنه. يمكن تتبع الشحنه، يمكن الاخطار المسبق عن الشحنه وتخليص اجراءات المرور قبل وصول الشحنات الى مصر من الاساس، بحيث ان تكون الموانئ المصريه هي نقاط عبور وتقل بصوره كبيره جدا فتره عبور الشحنات من الموانئ المصريه. هذا يعني احنا مش عايزين الموانئ المصريه تكون مناطق تخزين، ولكن هناك مناطق اخرى للتخزين، وهذه استثمارات اخرى. المناطق اللوجستيه اللي موجوده الى جوار الميناء، تلك المناطق اللوجستيه استثمار مهم ان تكون موجوده، ولكن الفصل ما بين المناطق اللوجستيه وما بين الميناء، تطوير الالكتروني والتطوير التشريعي، تطوير البنيه التشريعيه ده شيء مهم جدا. نعم. بيحسن تصنيفات الاقتصاد المصري في ثلاثه مؤشرات دوليه، بيكون له انعكاس على سرعه دخول السلع والمنتجات بصوره تؤدي في النهايه الى انخفاض عناصر الانتاج لتصل السلع والمنتجات الى المستهلك المصري بتكلفه اقل وسعر اقل يستفيد منه بصوره حقيقيه. نعم دكتور وليد جاب الله، ادعوك لان تبقى معي عبر الهاتف. ساضم الى هذا الحديث دكتور حسن مهدي استاذ هندسه الطرق بجامعه عين شمس على ان نتبادل الحوار جميعا. دكتور حسن مهدي اهلا بك. اهلا بحضرتك وضيفك الكريم. مصر مرت دكتور حسن بطفره في عمليات انشاء الطرق وربط مفاصل الرئيسيه للدوله ببعضها البعض بشبكه عملاقه، كيف ترى هذه النقله النوعيه فيما يخص الطريق الخاص بالقاهره اسكندريه الصحراوي وايضا الطريق الدولي؟ يعني خلينا نقول ان المعنى الاعم ان الدوله اخذت على عاتقها من 2014 الاهتمام بقطاع النقل بشكل عام باعتباره الداعم لمشروعات التنميه المستدامه، ويشمل قطاع النقل البري اللي شهد كثير من المشروعات من خلال المشروع القومي للطرق، وكان ليها دور في جذب استثمارات داخليه وخارجيه والحد من البطاله وتوفير فرص عمل لالاف المصريين، وفي نفس الوقت رفعت ترتيب مصر في تقرير التنافسيه العالميه من المرتبه 118 ل 28 خلال 6 سنوات من العمل المضني واجتهاد من المصريين ومعاونه ومتابعه من الدوله بشكل عام ودعم من القياده السياسيه. ما تحدثت عنه من خلال توجيه القيادة السياسية لتطوير القطاع الشمالي الغربي من جمهورية مصر العربية في قطاع النقل تحديدا، فشمل ذلك فيما يخص النقل البري مجموعة من المحاور منها طريق الإسكندرية الصحراوي وطريق وادي النطرون. نعم. وطريق الضبعة وغيرها من المحاور اللي بتخدم شمال غرب جمهورية مصر العربية، غيرها من المحاور اللي بتخدم هذه المنطقة. فطبعا التطوير هنا برضه عشان المشاهد الكريم يبقى عارف المغزى من ذلك، احنا عندنا مشروعات تنميه مستدامه منها مشروع الدلتا الجديده ومنها مجتمعات عمرانيه متكامله بيتم اقامتها في منطقه القطاع الشمالي الغربي من او الساحل الشمالي الغربي من الجمهوريه، بنضمن لها الاستدامه وانها تكون مجتمعات جاذبه لفرص العمل وللسكان وللمناطق الإدارية والتجارية على مدار العام، ولا تكون موسمية الاستخدام بمعنى أن يكون قاصر استخدامها على فترة الصيف. نعم. كل هذه الأمور بيدعمها مشروعات نقل. يعني أنا النهاردة لما باجي أخطط نقل بخططه بناء على
توجهات الدولة والخطط التنموية اللي موجودة في الدولة، وبناء عليها قطاع النقل بيخدم ذلك. ولا ننسى موضوع القطار الكهربائي السريع اللي هيربط ما بين العين السخنة والعالمين مرورا بالإسكندرية طبعا ووصولا إلى مرسى مطروح. هذا الأمر أيضا بيخدم مشروعات التنمية المستدامة للدولة مخططاها، وبتشتغل على مخطط منسق لا يعتمد على أفراد، ودي جزء ما كانش موجود في العقود الماضية. كان زمان بيبدأ المشروع وبعدين يتغير المسؤول فنبتدي من سكوير 1 او من مربع صفر تاني. دلوقتي الموضوع بقى متراكم الخبرات، وان في تنسيق وفي خطه شغالين عليها علشان كل واحد بيجي يحط الجزء الخاص بيه في هذه الخطه، علشان في الاخر يبقى في عندي مجهود جماعي وتنسيق بيظهر. فيما يخص موضوع المواني، ويمكن انا سمعت جزء من حديث ضيفك الكريم، طبعا موضوع تطوير المواني دي احد اذرع النقل القويه جدا اللي الدوله بتهتم بقطاع النقل البحري، باعتبار ان قطاع النقل البحري من قطاعات النقل اللي لابد ان انا استغلها، اخدم في الاعتبار الموقع الاستراتيجي لجمهوريه مصر العربيه وقناه السويس ودورها في ربط البحرين الاحمر بالمتوسط، وتطوير المواني السخنه واضافه 10 كيلو من الارصفه البحريه. النهارده فخامه الرئيس بيتفقد مواني الاسكندريه، وطبعا الموضوع دوم بيواكبه مواني جافه ومناطق لوجستية عشان أقدر أنقل البضائع بشكل عام، ما يبقاش فيه تكدسات داخل الميناء يعني. نعم دكتور. طب حضرتك أشرت إلى شبكة النقل وعملية تحديثها، خاصة مع ربطها مع المونوريل. أشرت أيضا في معرض حديثك لعملية تأهيل شبكة السكك الحديدية. عملية تأهيل شبكة السكك الحديدية مع تأهيل المواني بشكل مختلف، بأي قدر فارق في العملية الاقتصادية في المرحلة القادمة من وجهة نظرك؟ فارق كبير جدا. يعني تطوير السكك الحديد القائمه او انشاء خطوط حديديه جديده سواء من خلال القطار الكهربائي او القطار الكهربائي السريع، ودول مشروعين مختلفين عشان المشاهد الكريم يعرف. برضه القطار ال ار تي او القطار الكهربائي الخفيف ده هيربط العاشر من رمضان بتجمعات شرق الدائري بالعاصمه الاداريه الجديده، وده ليه دور كبير جدا في جذب استثمارات وسرعه اعمار المدن الجديده اللي بيمر بيها. لكن القطار السريع ده قطار كهربائي سريع زي ما قلت من السخنه لمرسى مطروح مرورا بكثير من المدن الصناعيه والسكنيه، وده هيكون ليه دور في جذب برضه عدد كبير من المستخدمين ونقل بضائع. وبالتالي هنا بقى نقل البضائع نقف عندها، ان انا بحاول ارجع للسكه الحديد دورها المفتقد دلوقتي في نقل البضائع، لان نقل البضائع هو اللي بيدخل في اي سكه حديد على مستوى العالم، هو اللي بيجيب فلوس عشان يصرف على نقل الركاب، لان نقل البضائع في اي دوله في العالم غير مدعوم من الدوله. وبالتالي السكه الحديد بتشتغل في تطوير قطاع نقل البضائع من خلال خط حديدي جديد اللي هو زي القطار السريع اللي هيربط مواني البحر الاحمر بالبحر المتوسط، وغيرها من المشروعات الاخرى اللي بتهدف لتطوير حتى السكك الحديد القائمه. احنا بنعمل اشارات الكترونيه لتقليل الاعتماد على العنصر البشري، جبنا جرارات، جبنا عربات نقل بضائع وركاب، طورنا محطات، كل هذه الامور دماء جديده بتضخ في شرايين السكه الحديد. ده بالتاكيد. انا بشكر حضرتك دكتور حسن مهدي استاذ هندسه الطرق بجامعه عين شمس على المداخله وما ابديته من وجهه نظر. عوده مره اخرى للدكتور وليد جاب الله الخبير الاقتصادي. دكتور وليد انت معي؟ أيوة مع حضرتك. دكتور وليد، إذا كنا قد أشرنا في بداية حديثنا سويا لأن مصر قامت بهذه المشروعات بالاعتماد على التمويل الذاتي بقدرات الدولة وليس من خلال مستثمرين أو مقاولين، فكيف يمكن أن يؤدي هذا إلى جذب المزيد من الاستثمارات والاستثمارات الخارجية تحديدا في هذه المرحلة بالمقارنة بقوة الدولة القادرة على صناعة مشروعاتها بتمويلها الذاتي؟ خلينا ننظر إلى المسألة بوجه عمومي، وهي مسألة الشراكة ما بين الدولة والقطاع الخاص مرت على مستوى العالم بتطورات شديدة، كانت بتبدأ بعقد البي بي بي اللي هو اللي كانوا المستثمر بيجي ينشئ المشروع ثم يحصل على أرباحه لفترة ثم يعود إلى الدولة. نحن اليوم أمام فرص شراكات جديدة بحيث أن يتم الشراكة مع الدولة من خلال إدارة ذلك المشروع، فأنا يمكن أن نستعين بشركات إدارة تساعد في ذلك، فضلا عن أن هذه المواني من الممكن أن يكون إلى جوارها صناعات خدمية أو شركات متنوعة
فالفكره ودي اللي شفناه في نموذج التنميه المصري الحالي، ان الدوله المصريه بتنشئ كيان كبير بحيث ان القطاع الخاص يلتف حوله. شفناها الدوله بتنشئ مدينه الذهب ثم مستثمرين الذهب بيكونوا موجودين، الدوله بتنشئ مدينه الاساس في دمياط ثم مستثمرين الاساس بيكونوا موجودين وبيشتروا وحدات في تلك المدينه. في المدن الجديده الدوله بتنشئ التجمع وبتنشئ مصنع كبير، والى جوار هذا المصنع يبدا القطاع الخاص ينشط. فالدوله بتقوم ببادره التنميه، بتبادر بان تكون هي قائد. دكتور وليد، انت اشرت في معرض حديثك الى نقطتين شديدتي الاهميه. في البدايه اشرت الى ضروره عمل على تعديل في بعض التشريعات لضمان جاذبية الاستثمار، وأيضا إلى أن القطاع الخاص يجب أن يدخل في مرحلة من المراحل لكي يلعب دوره. خلينا نتحدث عن النقطتين بشكل أكثر وضوحا، ونبدأ بالعملية التشريعية من وجهة نظرك. الحقيقة تشريعات الاستثمار في مصر لها عنصرين. هو لها عنصر متعلق بالثبات. الثبات هو ثبات الفلسفة، ثبات أن الدولة المصرية مصممة على تقديم أكبر قدر من الحوافز والضمانات للمستثمرين، وفي نفس الوقت بتتسم بالمرونة بحيث أن عملية الاستثمار تلك العملية المتغيرة التي تتطور تطور شديد مع تطور الواقع. التشريعات المصرية لديها من المرونة أن تعدل في بعض التفاصيل بما يتواءم مع المتغيرات الجديدة. شفنا الكلام ده في قانون الاستثمار اللي قدم حوافز لم يتخلى عنها، ولكن عندما الواقع عند التطبيق العملي للقانون وظهور بعض المشاكل فتم تلافيها من خلال التعديل. إذن فالدولة المصرية منفتحة جدا بتشريعات ثابتة الفلسفة، ولديها القدرة على التطور في التفاصيل بحيث أن الدولة المصرية تنتقل من فكرة مجرد تقديم حوافز للمستثمر إلى فكرة رعاية المستثمر. هي لا تتركه ولكنها تظل في على تواصل معه. بنشاهد ذلك في المؤتمرات اللي بتتم، وبنشاهد أن كافة التشريعات المصرية هناك تواصل واستطلاع رأي لرجال الأعمال. يعني أنا بشوف إذا كنا بنتكلم عن الموانئ المصرية النهاردة، قانون الجمارك تم إعداده، تم نشره على الموقع الرسمي لوزارة المالية لكي يتم استطلاع كافة المواطنين، فضلا عن عرضه على الكيانات المتعلقة بالاستيراد والتصدير لأخذ الرأي. ثم بعد تطوير هذا القانون وإقراره من مجلس النواب وإصداره، عند إعداد اللائحة التنفيذية صدر نفس الشيء وتم إعلانها وتم قبول بعض التعديلات. وعند التطبيق أيضا تم تأجيل عملية الإفراج المسبق، تم تأجيلها أو مد مهلة التسجيل المسبق بصورة تتواءم مع متطلبات المستثمر. فنحن لدينا تصميم وعزم على تطوير البنية التشريعية، لدينا ثوابت خاصة في فلسفة هذه القوانين، وأيضا هناك مرونة في التطبيق بما يتناسب مع الواقع العملي. نعم، أنا بشكر حضرتك كثيرا دكتور وليد جاب الله الخبير الاقتصادي على المداخلة وما أبديته من وجهة نظر معنا. ينضم إلى هذا الحديث الأستاذ مينا جمال سدراك، خبير في مجال الضرائب. أهلا بك أستاذ مينا. أهلا وسهلا بيكي والسادة المشاهدين وبالضيف العزيز دكتور وليد. رئيس عبد الفتاح السيسي أكد في معرض حديثه أثناء هذه الجولة في ميناء الإسكندرية وأثناء الاطلاع على التطوير الأخير الذي نال الميناء بالكثير من الإضافات، على ما تم إضافته إلى المنظومة الضريبية لكي تقوم على معايير عالمية تسهل عملية التجارة الدولية وضمان جودة المنتج اللي بيدخل إلى السوق المصري. كيف ترى المنظومة الجمركية الحالية في ظل ما أضيف إليها؟ الحقيقة الحدث اليوم هو مش مجرد حدث صدفة، ولكن عمل مدروس ومجهود متضاعف من الدولة ورئيسنا المحبوب. على مدار 7 سنوات النهاردة شهدنا تطورات جديدة في عالم المواني والبنية التحتية. النهاردة مصر بتطور الميناء الاسكندرية، والميناء من أهم المواني الدولة ومن أقدمها. السيد الرئيس عنده هدف كبير اللي احنا نصدر 100 مليار دولار في التصدير ده، عشان يجي في خطوات وفي عوامل. احدى العوامل اللي احنا شغالين عليها النهارده تزويد الموانئ لسهوله حركه الصادرات والاستيراد وسهوله حركه الاقتصاد المصري، ووضع مصر على اعلى الدول في ممارسات التجاره البحريه. عندنا اكثر من هدف موجود
لو رجعنا بالتوقيت شوية هتلاقي في مبادرة ب5% للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، برضو كان هدفها من ضمن الأهداف اللي هو الصادرات 100 مليار جنيه. عندنا أكتر من مشروع برضو بنشتغل عليه اللي هو تطوير البنية التحتية وتطوير التشريع، وده اللي شفناه النهاردة. النهاردة الافتتاح بتاع مواني الإسكندرية وتطويرها ده جزء من هدف كبير للدولة، هو مش الهدف في التطوير المينا، هو هدف الصادرات. وعشان نصدر لازم في عوامل كتير تساعدنا على التصدير، من ضمنها النهاردة بنشوف ميكانة الضرائب، بنشوف ميكانة الجمارك بكل أنواعها. ده هيسهل كتير على تحصيل الدولة موارد كانت مفقودة نتيجة عمليات التهريب أو الاقتصاد الغير رسمي اللي موجود في الدولة. في عندك النهاردة سيادة الرئيس قالها صراحة أمام الجميع، مفيش منتج هيخش غير مطابق للمواصفات. مصر مش دولة تصنيفها الثاني ولا الثالث ولا العاشر عشان نقبل في منتجات مقلدة من أي دولة مهما كانت حجم اقتصادها إيه. إحنا هناخد بعد كده المنتجات وفقا للمواصفات القياسية. ده عظيم. في ايضا فكره اضافه عمليات تسريع عمليات الافراج الجمركي البضائع، تخفيض عدد المستندات المقدمه في عمليات التخليص الجمركي، كل هذه الاضافات في منظومه جمركيه او دائره الجمارك اللي كان بيشار اليها في وقت من الاوقات يا استاذ مينا بانها عمليه صعبه ومعقده على المستورد او في العمليه التجاريه في نفسها، كيف تراها الان؟ هو للامانه اللي بيحصل دلوقتي ده معجزه بكل المقاييس. في وقت زمني 7 سنوات سيادة الرئيس مسك البلاد في وقت اقتصادي غير ملائم على الإطلاق، مش أفضل حال. احنا النهاردة بنتكلم في معدلات نمو ممتازة جدا وفقا لكل الدول اللي كانت في المحيط الوطن العربي أو في نفس المستوى الاقتصادي بتاعنا. بنتكلم في طرق جديدة، بنتكلم في وسائل نقل جديدة، بنتكلم في تطوير تشريعي جبار على كل مستوى التشريع، إذا كانت ضريبي، إذا كانت جمارك، إذا كانت قوانين جديدة بتطلع كل يوم لتسهيل الحياة وتحصيل حق الدولة اللي كان مهدر. عندنا النهاردة بنتكلم في عاصمة جديدة، مدينة متكاملة كبيرة من أكبر مدن العالم كمساحات. كل النقط دي كلها بتقول إن إحنا ماشيين على سياسة قوية. الشارع المصري يعني كان بيتساءل الفلوس دي كلها بتيجي منين؟ يعني إحنا كنا عارفين كلنا كشعب مصري قبل كده اللي الدوله فيها خير بس مش شايفين. النهارده احنا بنسال الفلوس بتيجي منين؟ ده نتيجه اللي فيه قياده حكيمه مسكينه قادره تصرف وقادره تجيب الموارد بتاعتنا. النهارده سياده الرئيس بيطالع في التلفزيون بيتكلم بيقول احنا بنصرف والصرف ده بيخش في جيبنا تاني. الحكومه بتصرف واللي شغالين العماله المصريه. الضخ اللي بيتضخ ده كاموال العماله المصريه اللي بتنفذه مش عماله اجنبيه. مش محتاجين شركات اجنبيه تيجي هي اللي تطور، احنا عندنا التطوير، احنا عندنا كفاءات. مصر مليانه بالكفاءات العمليه والعلميه. فده في حد ذاته انجاز غير مسبوق بالنسبه لنا احنا كمصريين. احنا قدامنا في وقت زمني بسيط جدا وهنبقى من اوائل الدول الاقتصاديه. سياده الرئيس ماشي على وتيره سريعه جدا نحو الاقتصاد الاكمل والامثل. نعم. أستاذ مينا، إيه اللي بترى أنه يمكن إضافته إلى منظومة جمركية في المرحلة المقبلة يكون إضافة حقيقية تستكمل مسيرة ما تم وضعه من لبنات حقيقية في عملية التطوير الخاص بالمنظومة الجمركية تحديدا؟ ينقصنا السرعة، السرعة في التنفيذ. السرعة في التنفيذ كل ما هو متاح في الخطة اللي احنا الموضوعة بالنسبة لمكانة الإجراءات الضريبية والجمركية وربطهم ببعضهم. ده السرعة. ناقصنا زيادة مزيد من المواني، زيادة مزيد من الدعم للمصدرين، زيادة مزيد. أي نوع من الدعم حضرتك بتقصده هنا في المصدرين؟ حضرتك احنا دلوقتي لو قلنا احنا بنصدر للعالم كله فاحنا محتاجين نصدر بالأخص لأفريقيا. لو قدرنا نصدر لأفريقيا، لو مصر بتصدر لعشر دول واحنا قدرنا نصدر للدول 11 وال12 احنا هندي المصدر ده دعم أكتر. هندي دعم مادي. لو المصدر ده قدر يصدر منتج كامل الصنع بمعنى اللي هو هنصدر ملابس، فاحنا الغزل المصري والاكسسوارات الملابس المصريه والكرتونه اللي اتحط في الاكسسوارات بتاعت الملابس المصريه والمنتج كامل المصري ده ليه دعم ثالث. في انواع كتير من انواع الدعم، مش شرط الاستيراد. فممكن حد يستورد حاجه ويصدرها تاني من مصر فهو المنتج مش كامل الصنع مصري.
فاحنا عايزين نهتم بالصناعات كاملة الصنع المصري. ده في إطار عملية الاهتمام بالصناعة نفسها، لكن في الدائرة الجمركية حضرتك إيه اللي بتتمنى إضافته؟ سرعة إنجازات معدل الوقت هو الجمرك. في بعض المصدرين والمستوردين بيعانوا من الإجراءات الروتينية اللي موجودة جوه الجمرك، وده بيضيف عليهم أرضيات. طيب هو هي الإجراءات دي مش المفترض إن تم تسهيلها في إطار عدد كبير جدا من التسهيلات الجمركية الممنوحة وأيضا في إطار الشباك الواحد؟ المفترض يا فندم، بس لسه على أرض الواقع لسه في بعض الروتين من بعض الموظفين، فهي عندما تكتمل عملية الميكنة الجمركية ككمبيوتر فقط بدون تدخل العنصر البشري فيزيد مزيد من السرعة. زي وصلت لحد فين يا سيدي عملية الميكنة في العملية الجمركية تحديدا؟ أستاذ مينا أنت معي؟ أيوه فندم. بقول لحضرتك عملية الميكنة وصلت لأي مرحلة من وجهة نظرك في الدائرة الجمركية أو في عملية الجمارك؟ الميكنة وصلت لفوق 80% من الخطة المنفذة. المتبقي المفروض وفقا للخطة خدنا شهر مارس 2022 هيتم ميكنة كاملة الجمارك. احنا شهر سبتمبر الحالي نزل القرار الأخير مع كان أصل نزل القرار الأخير ببرنامج الـ ECI، ده برنامج الشحن المسبق اللي احنا بنبقى وفقا للجمارك بنحط فيه كل التفاصيل بتاعتنا قبل ما نستورد الشحنة. هيبدا في سبتمبر اللي هو الحالي، فالمفروض ان هنبدا نشتغل فيه لغايه شهر مارس ويبقى الميكنه كامله. نعم. طيب دي كلها الاجراءات اللي تم تسهيلها في عمليه الجمارك، باي قدر الجانب التشريعي بيخدم كل ما تم اضافته للعمليه الجمركيه بشكل حقيقي في هذه المرحله يا استاذ مينا؟ هو التطوير زي ما قلنا، في تطوير بنيه تحتيه وفي تطوير تشريعي. التطوير التشريعي حاليا نزل قانون الجمارك الجديد بيسن قواعد جديده للتصدير والاستيراد، فهيسهل كتير جدا على العمليه الجمركيه. من ضمن التسهيلات برنامج جديد مسماه الـ ACI، احدى البرامج الجديده في التشريع الجديد بيسهل على المصدرين والمستوردين عمليه الشحن والاستيراد. نعم. أنا بشكر حضرتك أستاذ مينا جمال سدراك خبير الضرائب على المداخلة وما أبديته من وجهة نظر معنا حول جولة الرئيس اليوم في ميناء الإسكندرية وما نال هذا الميناء من تطوير واضح بإضافة عدد كبير من المشروعات الهامة في إطار جعل الميناء مركز عملاق لعمليات التصدير والاستيراد والاقتصاد والسياحة في المتوسط. مشاهدينا اسمحوا لنا أن نضم إلى هذا الحوار الأستاذ حسن هريدي رئيس قسم الاقتصاد بوابة أخبار اليوم. أهلا بك يا أستاذ حسن. أهلا بحضرتك وأهلا بكل المشاهدين وضيفك الكريم. نعم، نحن أمام جولة تاريخية للرئيس السيسي في واحد من المواني المصرية شديدة الأهمية، وأيضا بتمع أهميته في البحر المتوسط قاطبة من كونه واحد من أكبر المواني وأقدمها. الآن يرسخ هذا الميناء لنفسه سمعة جديدة وهي أنه الأحدث القادر على الجذب بشكل حقيقي بكل ما أضيف إليه من مشروعات. كيف ترى هذه البقعة الآن من مصر في ضوء ما أضيف إليها؟ بالفعل حضرتك ميناء الإسكندرية هو يعد من أهم الموانئ في المصرية على الإطلاق، ويستحوذ حوالي 60% من حجم التجارة الخارجية للدولة المصرية، والمخطط ليه وفقا للرؤية الاستراتيجية للدولة المصرية في الجمهورية الجديدة أن يكون من أهم الموانئ في منطقة الشرق في البحر الأحمر في البحر المتوسط على الإطلاق بحلول عام 2024 بعد اكتمال عملية التطوير. وهذه عملية التطوير التي تجري الآن هي سلسلة أو جزء من منظومة متكاملة لتطوير منظومة النقل النهري والبحري والبري في الدولة المصرية ووفق لرؤية مصر 2030. هذه المنظومة وتطوير البنية التحتية في ميناء الإسكندرية تدخل في ضمنها أيضا منظومة النقل ونقل التجارة الخارجية وتسهيل وتذليل العقبات أمام التجارة العالمية، سواء عن طريق القطار الكهربائي الحديث الذي يربط بين ميناء السخنة وميناء الإسكندرية في المستقبل ليكون شريان نقل للتجارة الخارجية، أيضا عن طريق النقل البري وربط أو التوسع في نقل الحاويات من ميناء الإسكندرية إلى
الموانئ البحر المتوسط عن طريق القطار الكهربائي الذي يجري بالفعل إنشاؤه في المرحلة حاليا. ميناء الإسكندرية هو من أهم الموانئ التي تحوز على التجارة الخارجية متعددة الأغراض، سواء في مجال تجارة السلع والبترول والحاويات. ما يجري اليوم وفقا لرؤية السيد الرئيس أو فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ليس تطوير البنية التحتية فقط، ولكن تطوير العنصر البشري وتطوير العناصر الأداء من خلال التطوير المنظومة الإلكترونية في عملية الشحن والتفريغ واستقبال الشاحنات والسفن القادمة إلى الدولة المصرية. البضائع أيضا التأكيد على جودة البضائع التي تنفذ إلى السوق المصري لمزيد من حرص فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على ما يستخدمه المواطن المصري من سلع أو خدمة أو بخلاف ذلك، وتأكيده أنه لا دخول لأي سلعة إلا وفقا للمواصفات الأوروبية في عملية الإفراج الجمركي. هو شيء شديد الأهمية في هذه المرحلة. أستاذ حسن، اسمح لي أن أضم إلى هذا الحوار الأستاذ أحمد الشامي مستشار اقتصاديات النقل البحري. دكتور أحمد الشامي عفوا، مستشار اقتصاديات النقل البحري، على أن أعود إليك مرة أخرى. أستاذ حسن فابقى معي من فضلك. دكتور أحمد أهلا بك. أنا فعلا فندم حضرتك. دكتور أحمد، حينما نتكلم عن مشروعات تطوير عملاقة تختص بواحد من المرافق البحرية الهامة وهو ميناء الإسكندرية، فنحن نتحدث بالمقارنة مع مجتمع عالمي لديه العديد من المواني البحرية التي يعمل هو الآخر على تطويرها ووضعها قيد الاهتمام عالميا، فكيف ترى كل ما قدم بميناء الإسكندرية في هذه المرحلة بما يضعه في منافسة مع المواني الأخرى في العملية الاقتصادية؟ بصي، ميناء إسكندرية هو الميناء التاريخي لجمهورية مصر العربية، وزي ما قال الدكتور حسن ان هو بيستحوذ على النسبة الأكبر من الصادرات والواردات المصرية، يمكن ما وصلناش ل 60%، بس هو بيستحوذ على النسبة الأكبر من الصادرات والواردات. كويس. ميناء إسكندرية فعلا كان لابد ان هو ياخد الاهتمام من سنوات كتيرة مضت. فانا كان ليا الشرف ان انا كنت من ضمن الناس اللي شاركت في المخططات من 6 سنين أو 7 سنين، والسعادة اللي انا فيها ان انا شايف ان انت ما تم تخطيطه من 6 7 سنوات قدام عينيكي دلوقتي. نعم. كويس. فمع اهم حاجة مهمة جدا اللي انت متواجدة مع كل التطورات اللي بتحصل حواليك في العالم، لان اكيد المخطط اللي معمول سنة 2014 اكيد في 2021 في مستجدات. من ضمن المستجدات اللي ذكرها برضو الدكتور حسن، المحور اللي هو اتعمل الخط القطار السريع من السخنة الى الاسكندرية، هو المفروض من السخنة المطروح 1000 كيلو المرحلة الأولى بتاعته من السخنة إلى 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 العالمين. كويس. حضرتك في نقطة بس يعني إيه أحب اللي أنا أوضحها، إن هذا المحور هو رابط برضو ما بين البحرين، البحر الأحمر والبحر الأبيض. نعم. أنت عندك ميناء السخنة محور مهم جدا في المنطقة الجنوبية من قناة السويس. كويس. وهو الأقرب لدول الخليج والفار إيست. كويس. استغلال شريان قناة السويس بمشروعات الهيئة الاقتصادية في موانيها الستة، الاهتمام بالمواني ال15 التجارية، الاهتمام بالمواني المتخصصة، انت عندك 29 مينا متخصص والمخطط ان هم يرتفعوا لاكثر من 40 مينا. كويس. الاهتمام بقى باسكندرية، الدخيلة ومينا الماكس ومينا اسكندرية وابو قير للحاويات، يعني انت النهارده بتتوسعي في منظومة النقل، لأن منظومة النقل تمثل عنصر مهم جدا ونسبة مش قليلة في الدخل القومي، يعني يمكن احنا نسبتها في الوقت الحالي 5.5%، بس المستهدف اللي انت تبقي زيك زي الدول المتقدمة ألمانيا وأمريكا وصلوا 17 و18% من الموارد والتخزين. نعم نعم. مع حضرتك. نعم. إيه مقارنة بقدرات المواني الأخرى المحيطة بنا اقتصاديا، كيف تقيم ميناء الإسكندرية الآن؟ خلينا بقى نبص، هو دلوقتي ميناء إسكندرية مش متصنف من المواني المية على مستوى العالم. نعم. هو من 3 سنوات كان في المركز 99 وتأخر. بس
بقول لك بعد هذا التحديث بدون شك ان هو هيتقدم على الاقل 20 25 مركز على مستوى الموانئ العالميه. كويس، يعني احنا عندنا في التصنيف العالمي من ضمن اهم 100 مينا مفيش حاليا غير مينا شرق بورسعيد اللي هي تحتل المركز ال50. وهذا التقدم في التصنيف بيمنحه فرصه قد ايه للجذب الاقتصادي؟ لا حضرتك ده محفزات استثمار كمان. خد بالك النقل البحري في العالم من اهم مصادر الموارد للعالم كله. انت بتتكلمي ان العالم يتداول بينه وبين بعض والتجاره دوليا 90% تقريبا او 89% من حجم التجاره الدوليه بيتم تداولها عن طريق البحار والمحيطات. انت موقعك الفريد اللي موجود في الشمال الافريقي، واخد بال حضرتك الشمال الشرقي افريقيا، كويس، ووجود رابط مهم جدا بين البحرين اسمه قناه السويس، مع الاهتمام بمشروعات تنميه محور قناه السويس في الموانئ السته، مع الاهتمام بالموانئ التجاريه الثانيه، مع الاهتمام بالموانئ المتخصصه، مع انشاء موانئ جديده عندك في العالمين، وعندك مينا جرجوب، وهتعملي مينا في مطروح، وعملتي مينا ابو قير، وبتطوري في سفاجه، ويعني عمليه تنميه متكامله لهذه الموانئ بشكل حقيقي. زائد بقى بقيه الوسائط الثانيه، تنميه في سكك الحديد، الاهتمام بنهر النيل، يمكن واخدين وقت شويه في نهر النيل لان في مش هقول لك الموضوع سد النهضه، لا، ونهر النيل ما زال محتاج تطوير في بنيته الاساسيه من تكريك ومساعدات ملاحيه. حضرتك بتشير لعمليات النقل النهري تحديدا يعني. طبعا النقل النهري انا بقول لحضرتك ان شاء الله على 20-30 هيساهم في 25%. وانا بشكر حضرتك على هذه الاشاره، لان عمليات النقل النهري تحديدا هتكون من العلامات الفارقه في النقل لإفريقيا والتوسع اللي بترغبه مصر في إفريقيا بشكل حقيقي. دكتور أحمد الشامي مستشار اقتصاديات النقل البحري، بشكرك شكرا جزيلا على المداخلة. عودة أخيرة للأستاذ حسن هريدي رئيس قسم الاقتصاد ببوابة أخبار اليون. أستاذ حسن أنت معي؟ مع حضرتك فندم، مع حضرتك. نعم. كل هذا التطوير الذي شهدته هذه البقعة وهي واحدة من البقاع شديدة الأهمية بالنسبة لمصر اقتصاديا سياحيا على كل المستويات، ما هو المأمول بنا في المرحلة القادمة؟ بالفعل هذه المرحلة الحالية هي ضمن سلسلة من مراحل أو من ما تشهده مصر من إنجازات على كل المستويات وكل المجالات. النقل أو قطاع النقل هو القطاع الرئيسي والبنية التحتية في التطوير في كل في البناء الاقتصادي وفقا للنظريات الاقتصادية، لأن النقل هو العنصر الأساسي في المستخدم في نقل البضائع والسلع والخدمات أيضا. وبالتالي تحديث الرؤية وتحديث قطاع النقل وتحديث منظومة الموانئ البحرية على وجه التحديد هو سوف يكون عنصر جذب للاستثمارات الأجنبية سواء المباشرة وغير المباشرة. عملية التطوير سوف تتيح توفر 1500 وظيفة فرصة عمل مباشرة وحوالي 3000 فرصة عمل غير مباشرة في من خلال عمليات التطوير التي تجري في الميناء. هذا يصب على حرع الاقتصاد والتنمية الاقتصادية والتنمية المستدامة على المستوى البعيد. وبالتالي عملية التطوير هذه التي تجري هي بالفعل خطوات تبنيها الدولة المصرية في ظل ما تشهده من بقيادة فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي من البناء والتنمية. نرى هذه الخطوات السريعة في البناء حيث سواء كان في القطاع الزراعي والقطاع النقل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والنهوض الصناع أيضا. هذه منظومة لا تنفصل عما يجري حاليا في أرض أو بناء الدولة الحديثة من بناء مدن والاهتمام بالتكنولوجيا الحديثة والعمل على تيسير مستوى معيشة المواطن وتذليل العقبات أمام حياته اليومية والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في تقديم الخدمة سواء للمواطن المصري والمستثمر الأجنبي. هذه المنظومة كلها تصب في بوتقة واحدة وهي تحسين مستوى معيشة المواطن المصري وبناء دولة أو مكانة مصر بما يليق بها من على المستوى العالمي. إذا رأينا ما يتم تحديثه حاليا هو عمل تأخر كثيرا لتطوير هذا الميناء الهام والحيوي، ووفقا للمعلومات الصادرة من هيئة ميناء الإسكندرية فهذا الميناء يستحوذ على 60% من حجم التجارة الداخلية والخارجية، وبالتالي النهوض وتطوير
ميناء الإسكندرية هو التطوير لأهم الموانئ التاريخية وأهم المنائب الحيوي للدولة المصرية، والعمل على جذب خطوط ملاحية جديدة لتستفيد منها مصر سواء عن طريق الرسوم الجمركية أو الخدمات التي تتعلق باللوجستيات والنقل من مرور حجم التجارة الخارجية بين دول الشرق ودول الغرب. أيضا مع تطور العالم نحو التجارة أو النقل البضائع عبر الطرق الملاحية البحرية، هذا يؤدي إلى مزيد من الاستثمارات ومزيد من العوائد. نعم، وهو الهدف الأكبر الذي تسعى إليه مصر في هذه المرحلة، جذب الاستثمارات العامة وأيضا الوصول لمستهدفات خطة التنمية الشاملة مصر 2030. بأشكر حضرتك أستاذ حسن هريدي رئيس قسم الاقتصاد ببوابة أخبار اليوم على المداخلة وما أبديتم من وجهة نظر معنا. مشاهدينا، كانت هذه هي تغطيتنا على شاشة النيل للأخبار لجولة الرئيس لبناء الأسكندرية وما شهده الميناء والمنطقة المحيطة من عملية تطوير واضحة وشاملة وإضافات لعدد كبير من المشروعات العملاقة والتنموية التي تصب في تعظيم حجم القيمة المستفادة من ميناء الإسكندرية. مشاهدينا، متابعتنا الإخبارية مستمرة معكم على شاشة النيل للأخبار. شكرا لكم.